إله الرحمات والرأفات، يا من أرسلت ابنك لا ليخدم بل ليخدم، هبني نعمة حتى أجد في خدمتك حرية كاملة وأن أجد فيها معرفة حقك. هبني أن أكون بركة لجميع أبنائك وبناتك أيا كانت معتقداتهم وقناعاتهم، حتى نتعرف معا إلى طرق الوداعة وننطلق في دروب السلام. بيسوع المسيح ربنا، آمين. Yeah.